يوتيوب. ريفيو النهاردة هيكون عن رحلتي مع الديودرنتس اللي استخدمتها في حياتي كلها. اولا لازم نفرق بين نوعين من مزيلات العرق. اول نوع اسمه الانتي بيرسبرنت، وده مهمته انه يمنع التعرق نفسه، وده لان فيه مادة اسمها الالومنيوم سولتس، وهي دي اللي بتتغلغل جوه المسام وبتقفلها، فبالتالي بتقلل كمية العرق، ودي عادة بتكون مخصصة للناس اللي عندها disorder بيخليها تعرق بزيادة. النوع التاني اسمه ديودرنت، وده كل مهمته في الحياة انك لما تعرق الريحة ما تبقاش ريحة كريهة، فهو بالتالي بيركز على قتل البكتيريا اللي بتعمل الريحة دي، وده بيبقى خالي من الألومنيوم سولتس. هل الألومنيوم سولتس دي مضرة؟ الدنيا كلها بتقول لا. The World Health Organization والاف دي اي كلهم بيأكدوا ان الألومنيوم في منتجات البيرسونال كير مش بتشكل اي خطر على صحة البني ادم، ومع ذلك لسه في ناس بيخوفونا من اننا نستخدم اي ديودرنت فيه ألومنيوم، وبالتالي للأسف الناس طول ما هي مش فاهمة طول ما هي هتخاف. وعشان كده انا زيكو بجرب وبقول ربنا يستر. اول حاجة كلنا جربناها واحنا داخلين عالم الديودرنت هو الريكسونا. الريكسونا ده هو انتي بيرسبرنت، وبالتالي هو فيه الومنيوم سولتس. انا كل ما ببعد فترة وارجع اجرب منه حاجة مختلفة يجيلي نفس الاحساس، ان الاندر ارمز اتشي جدا وكأن عندي اكني بيمبل تحت الجلد، بس انا متأكدة ان ده مجرد احساس لانه بيروح وما بيبقاش فيه اي اكني في المنطقة دي، وده مش بالضرورة معناه ان الالومنيوم اللي فيه هو السبب. انا ببساطة ممكن اكون عندي حساسية من اي مادة موجودة في الديودرنت ده او في الانتي بيرسبرنت ده، او اني بمنتهى البساطة مرتحتش مع الفورمولا دي، فعشان كده انا جربت ابعد عنه واجرب حاجة جديدة. البرودكت اللي جربته بعد كده هو الديودرنت ده من يورياج، اللي عليه علامة نقطة واحدة بس مش تلاتة. الديودرنت ده يا جماعة وحش جدا جدا جدا، هو حرفيا بيقعد ساعتين بالظبط وبعدين هتلاقي ريحتك وحشة جدا، وهتحتاجي ان انتي تري ابلاي من اول وجديد، وهي ساعتين وهتضطري تحطي تاني. ده زائد ان هو سعره ما كانش في المتوسط، هو كان غالي جدا، كان ب 219 جنيه تقريبا، فبالتالي اضطريت ارميه عشان ما قدرتش اكمله، هو حرفيا كان سيء للغايه، حتى وانا قاعده في البيت كان بيطلع لي ريحه وحشه جدا. وبعد كده اكتشفت حب عمري الجميل اللي انا نفسي اخنقه ده. هقول لكم في الاول هو ليه حب عمري، وبعدين هقول لكم انا ليه نفسي اخنقه. اولا لانه خالي من الالومنيوم، الفورمولا بتاعته مريحه جدا بالنسبه لي، ما سببليش اي احساس بالحكه ولا الالتهابات، بيقعد بال 48 ساعه حتى في الصيف من غير ما تحسي ان انت محتاجه تري ابلاي او ان انت تشمي نفسك ريحه وحشه خالص، ما سابش اي بقع في الهدوم، وحتى لما كان بيبقى فيه اي حاجه من العرق بتاعي مجرد ما كنت بغسله في الغسيل كان بيطلع على طول. الازازه دي حجمها 60 ملي وبتقعد 7 شهور ان ما كانش اكتر. هي سعرها حاليا بقى 100 جنيه، هي سعرها غالي، كانت ارخص من كده قبل كده، واظن ان هما طلعوا له روايح جديده. المفروض ان النوع اللي معايا ده هو من غير اي برفيوم، بس ستيل انا بشم له ريحه وهي ريحه حلوه جدا، ريحه فريشنس كده او ريحه صابون، مش بينشف الاندر ارمز خالص ورقيق جدا، ارق واحد انا استخدمته على منطقه الاندر ارمز دي، وكمان هو مش بيسيب اي وايت كاست على المنطقه دي ابدا. نيجي بقى لموضوع الوايتنينج ده، لو انتي بتشتريه وانتي عندك امل انك تشوفي نتيجه في موضوع الوايتنينج ده، يعني انا هجيب لك ديسابوينتمنت كبير قوي، لانه مفيش ديودرنت في الدنيا هيبقى قادر ان هو يفتح لك المنطقه دي. انا بستخدم ستار فيل ده مثلا، دي ممكن تكون تالت او رابع ازازه ليا، وكل واحده فيهم بتقعد مثلا 6 شهور معايا، فانا غالبا بقالي سنه ونص مثلا مستمره على نفس الديودرنت. هو ما بيسببش اي التهاب ومش بيسبب اي احمرار، وبالتالي مش بيسبب اي سواد في المنطقه، بس هو مش بيبيض المنطقه خالص.
احنا برضو لازم نبقى فاهمين ان الغمقان اللي بيبقى موجود في الاندر ارمز ده شيء طبيعي يا جماعة. المكان ده عند كل الناس بيطلع فيه شعر، وبالتالي الشعر هتشيليه يا بالشيفنج، وده معناه ان جذور الشعر هتفضل موجودة تحت الجلد زي ما هي، فهتفضل عاملة شادو غامق، يا اما هتشيليه بالشوجرينج والواكسينج، وهما يومين ثلاثة برضو، وستيل الشعر هيطلع اخف بس هيبقى موجود، وبرضو هيفضل موجود الشادو الغامق ده. يا اما بقى تريحي نفسك خالص وتعملي ليزر، وساعتها ممكن الشادو ده يبقى اخف كتير. ويا جماعة اذا كان القمر ده الاندر ارمز بتاعته ستيل لونها مختلف عن باقي جسمها، يبقى احنا we have nothing to worry about. المكونات اللي فيه كلها مكونات جميلة جدا للبشرة. هو فيه الفا اربيوتين وليكوريش اكستراكت اللي هو خلاصة العرقسوس وكوجيك اسيد. الثلاث مكونات دول كلهم حلوين للبشرة وبيستهدفوا الهايبر بيجمنتيشن بالخصوص او فرط التصبغ. كمان هو فيه فيتامين سي وفيتامين اي، والاثنين دول فيهم مضادات للاكسدة، ودي كمان حاجات حلوة جدا بتساعد في تصليح الاضرار اللي بتتعرض لها البشرة. انا عايز اخنقه ليه بقى؟ عشان شركة ستارفيل ستيل مصممة انها ما تقولناش ايه المادة الموجودة في الديودرن ده واللي بتسيطر على ريحة العرق. لو هو فعلا ديودرنت ليه مكتوب عليه انتي بيرسبرنت؟ يعني اهو انتي بيرسبرنت. فتحسوا ان الشركة نفسها عندها كونفيوجن، وانا عن نفسي هرتاح جدا لو كتبولي لستة المكونات كاملة على العلبة، او اتليست حطوها على الويب سايت. انما انك تقولي خدي الازازة دي فيها فيتامين سي حلو جدا للبشرة وفيها معرفش ايه بيبيض وينعم ويعمل، دي حاجة مستفزة جدا ليا كمستهلك، لاني من حقي اعرف البرودكت اللي انا بستخدمه داخل في تكوينه ايه. وبعدين جات لي فترة جربت فيها الديودرنت ده من اسنشنز، وحبيت الفكرة جدا لاني في وقتها كنت بدور على اي حاجة ناتشورال وبحط حوالين ناتشورال قوسين، لانه طلع وحش جدا للأسف. هو كان مليان عيوب. اولا هو كان غالي جدا، كان سعره 150 جنيه. ثانيا هو كان ستيك والقوام بتاعه كان ناشف جدا، لما كنت بستخدمه كنت بحس ان هو بيعمل احتكاك مع بشرة الاندر ارمز بتاعتي، واي حاجة فيها احتكاك مع البشرة بتاعتك مع الوقت دي هتأدي لسواد على طول. ده غير ان ريحته كانت وحشة جدا، لان من المكونات اللي كانت فيه كانت الروزماري، وده عمره ما يكون بيدي ريحة حلوة، وعمرك ما تكوني مبسوطة ان الريحة دي طالعة منك يعني. فانا للأسف ما قدرتش استخدمه، في الاخر رميته. ده غير انه كان داخل فيه بيكنج صودا، وبليز يا جماعة ما تستخدموش اي حاجة على بشرتكو فيها بيكنج صودا لانها الكلاين جدا. وبعدين نيجي بقى للاتنين ديودرنتس دول من داف ومن نيفيا. الاتنين دول انا للأسف جايبهم من برا مصر، انا لسه ما جربتهمش لاني اوريدي فتحة العلبة دي، فانا مش عايزة افتح علبة واستخدم غيرها وافتح علبة تانية واستخدم اللي بعدها. انا عايزة اخلص حاجة حاجة عشان ما يحصلش اي ويست يعني. فانا عارفة انها يوسلس ان انا اجربه واديكو عنه ريفيو، لان احنا مش هنلاقيه للأسف في مصر تاني، بس maybe انا عبال ما اجربهم واعمل عنهم ريفيو تكون داف او نيفيا نزلت البرودكت دي في مصر، فنكون كلنا في غاية السعادة. ونيجي بقى لمفاجأة الموسم، وهي ان شركة فا نزلت ديودرنت في مصر خالي من الالومنيوم. متخيلين ان فا البراند اللي احنا بنسترخصها وما بنعبرهاش عشان هي افوردبل جدا، اول شركة من الشركات الكبيرة تنزل ديودرن الومنيوم فري. عموما هي منزلة لاين جديد اسمه فريش اند فري او فريشلي فري. انا شفت منه الرول اون وتقريبا كان ب 25 جنيه، وفي منه السبراي ب 55 جنيه، وهو زيرو كحول وزيرو الومنيوم. انا هحط لكم صور ديودرنت موجودة في الصيدلية وكلها خالية من الألومنيوم، بس هي ممكن تكون أسعارها غالية شوية. في منهم نيوكس وفي بيز لاين وفي فيشي، والبرودكت دي في منها بيستخدموا حجر الشبة بدل الألومنيوم يعني كأكتيف انجريدينت يحارب ريحة العرق. أنا برضو ما جربتش أي حاجة فيهم، فلو حابين تجربوها وتسيبولي التجربة بتاعتكو في الكومنتس هبقى مبسوطة جدا.
ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل عشان يوصلكوا فيديوهات اكتر مني. باي باي.